أرجو أن أكون معذورا، من يضغط علينا الفتوى ليست لهوا، الفتوى ليست هوى، الفتوى خوف في النار، الفتوى في نار جهنم، الفتوى دماء، الفتوى سعير وعذاب. علينا أن نقرأ، علينا أن نعرف، عندما أفتي بشيء أقرأ كيف ستترجم، كيف ستفسر. عندما عندنا تجربة سابقة، إن نسيتم لكننا لن ننسى، يوجد فتوى سابقة في الأحداث الطائفية السابقة، كانت فتوى، الفتوى اتركوا الناس، هذا المعنى، اتركوا الناس ليفعلوا أو يعبروا عن آرائهم، لا تمنعوا الناس، هذا المعنى صدر، لا تمنعوا الناس أن يعبروا عما يريدون، بعد تفجير الإمامين العسكريين سلام الله عليهم. فتوى صدرت بهذا، ماذا فعل الناس؟ كيف استغلت هذه الفتوى؟ سفكت الدماء، زهقت الأرواح، هجرت الناس، قتلت الأطفال والنساء، حبست العوائل، جوع المستضعفون والعراقيون بسبب فتوى لم تقرأ الأحداث بصورة صحيحة، والأحداث واضحة وواقعية وحقيقية. وأنتم من نعم الله علينا جميعا، نحن أول من شخص هذه الحالة. الآن الكل يقول الخوارج، الدواعش جزء من كل، حتى يعني من كان يصب كل الكلام على الخوارج والنواصب والدواعش، الآن يقول يوجد طرف، الكرد طرف، البعثية طرف، الجيش الصدامي السابق طرف، خونة العملية السياسية طرف، مع الخوارج مع الدواعش. إذن نحن قلنا من أول الأمر، قلنا اختلطوا بالناس من السابق، نصحنا، قلنا لا تجعلوا الناس تضطر لحمل السلاح، تركتم الأمور وحقنتم الأمور، عندما حتى أتت الفرصة فحملت جميع السلاح. الآن اختلطت الأمور، كيف الآن؟ هل يوجد عاقل الآن يفتي بحمل السلاح؟ كيف تفتي بحمل السلاح؟ لا أعرف. الآن أنا الآن كمكلف، أنا الآن مستعد وأقسم بالله العلي العظيم، الآن أنا أحمل السلاح بناء على فتوى أي المجتهد الذي أفتى بالجهاد، والآن ليأخذ بيدي إلى مكان فيه فعلا الدواعش، فيه فعلا الخوارج، فيه فعلا النواصب، في مكان يقول لي تعال قاتل هناك، سأقاتل حتى أقتل في ذلك المكان. الآن أنا مستعد أن أذهب من الآن ليأتي صاحب الفتوى، يأتي يأخذ بيدي ويأخذني إلى ساحة القتال، يقول هذه ساحة قتال خالصة دواعش، ليأتي بساحة قتال يقول هذه خالصة فيها 50% من الدواعش، أنا سأقاتل معه، ليأتيني بهذه القضية، ليأتي ب10% من الدواعش، لا يستطيع أن يأتي بجبهة فيها هذا العدد. الآن الناس، كل الناس ضجت، وبينهم هؤلاء اختفوا بينهم.